أتواجد الآن داخل منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصرات، هذه المنطقة التي لا تخلو ليلة من الاستهدافات الإسرائيلية، خاصة وأنها محاذية لمنطقة محور نسرين، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية وبالطيران الحربي على مدار ساعات الفجر كل يوم. هذه الساعات تكون العائلات بدأت بالخلود إلى النوم ويتم استهدافها. كل هذه المنازل هي منازل مأهولة بالسكان. أتواجد الآن على الطابق الثالث داخل المنزل المستهدف فجر هذا اليوم، نتحدث عن انتشال ما يقارب من 16 ضحية حتى هذه اللحظة، وهناك عدد كبير من المفقودين تحت ركام هذا المنزل. دمار واستهداف هذا المنزل أدى إلى انهيار هذا الطابق على المنازل المجاورة، كما تشاهدوا دمار كبير حل في هذا المنزل. هذا المواطن يبحث عن شقيقته وأبنائها تحت ركام هذا المنزل الموجود في شمال مخيم النصرات. ربنا يعوضكم إن شاء الله. كم واحد موجود تحته؟ 6 أنفار. إيش اللي صار؟ اللي صار نزل الدار باللي فيها بدون سابق إنذار، قصف دار قبلها 5 دقائق، أنا كنت عنده وياريتني ضليتني عنده. قصف دار قبل 5 دقائق عن مخيم، نزلت خبطوا الدار، أختي بست بنات استشهدوا. هذا بيوت مدنية المنطقة؟ بيوت مدنية، بقول لك بنات اللي بندور عليهن، مرأة بست بنات، مش إسلام، مش مدنية وبس، مدنية بنات كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. لا أنا مش لاقيين، من الصبح بندور ولا لاقيين أطفى. رجال الدفاع المدني يبحثوا منذ ساعات فجر هذا اليوم تحت ركام هذا المنزل المدمر في محاولة للوصول إلى أم وبناتها. نتحدث هنا، يعطيكم العافية، مع أحد رجال الدفاع المدني. لو تحدثنا عن ما تم انتشاله من المكان منذ ساعات فجر هذا اليوم. والله منذ ساعات فجر هذا اليوم انتشال 16 شهيد من منزل قلب خضراء. طبعا احنا لصعوبة المكان ما قدرنا نتوجه عليه، وطبعا بنفس الهواية ضربوا منزل آل صيدا مكون 5 طوابق، برضو ما قدرنا نصل المكان. استنينا لما يطلع الصباح وتوجهنا للمكان منزل آل صيدا، من نوب خضراء طلعوهم شهداء كلهم. وزي ما انت شايف قاعدين نبحث على، يعني فيش لا اي معدات، لا ثقيلة ولا اي معدات اللي نقدر نشغل فيها، بندور بنتفرج عليه، يعني ما فيش، مش مبين ولا حاجة. انت زي ما انت شايف المكان كيف، مربع سكني كامل مقاد، منطقة خطيرة، منطقة حدودية تعتبر شمال مخيم النصيرات، وانت زي ما انت شايف. واحنا كطواقم دفاع مدني يعني لا نملك اي شيء سوى ايدينا ونتفرج، وهي الدبابة بقول لك وصلت جسد. يعني نتحدث عن منطقة خطيرة الآن، ليس فقط على صعيد استهداف هذا المنزل، بل أن الدبابات الإسرائيلية باتت تتحرك باتجاه هذه المنطقة التي نتواجد فيها بعد تقدم الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة. دمار كبير حل في هذا المكان، والجميع يحاول هروب الآن من هذا المكان هربا من الدبابات التي باتت تتقدم باتجاه منطقة شمال مخيم النصيرات. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من شمال مخيم النصيرات.